Fourier transform the Heil function. اللي هي rectangular pulse أو pulse function معرفة 1 between minus t and t and 0 otherwise. فإذا رسمناها هذا الريجن راح يكون له 0 هون ما عدا هنا 1، أيوه الواحد اللي هون حطه هون بين minus t و t. أوكي فنروح على الديفينيشن لل Fourier transform بيكون عنده minus infinity to infinity. إذا بتتذكر ft a minus j omega t dt. طبعا إنه هاي integration from infinity to minus infinity بدنا نروح نغير الليمتس، لأنه الباقي هون كله إذا عملنا linearization يعني expanded بطلع من عند minus infinity to minus t is 0. so من غير الليمت الباقي هتكون 0. هاي بتصفي minus t وهاي بتصفي t. وبعدين الفانكشن هي واحد بهاي الحالة، فال ft بنحط محلها واحد أو أي constant لأنها ثابت. بعدين بنكمل لما نعمل integration بتلاحظ هون إنه أخذنا الديريفيتيف وقسمنا على الديريفيتيف أي إشي with respect للt هون، بعدين أخذنا الليمت من minus t to t صار عندنا الحل كهاي. هسا ايش بنسوي؟ بنروح على يولر فورمولا ونطلع منهم هذول الريليشنز اللي هون. بتلاحظ انه في عندنا 2j وهاي الثيتا بدها تصير اوميجا t. اوكي ف بدنا نضرب باثنين ونقسم على اثنين، يعني بنضرب هون باثنين ونقسم على اثنين بطلع عندنا هاي النتيجة اللي هون 2 sin omega t over omega. كمان بنلاحظ انه عندنا sin x معرفة sinc x، هاي sinc x هاي function sinc x sinc بالسي اسمها sinc x over x is sin x over x. اوكي ف شو نسوي؟ نعمل هاي اللي هون النتيجة هاي إذا نعملها زي هاي يعني بدنا تي تحت، فنضرب هاي بتي ونحط تي فوق فصارت هاي كأنها ساين أوميجا ساين أوميجا تي أوفر تي أوميجا تي. بصفي عندنا 2t برا هون هاي بصير 2t sinc omega t وهاي بين قوسين. طبعا هاي باي ليهابتر رول وين اوميجا از 0 او t از 0 بصفي 1. اوكي الجواب لانه نتيك ليميت بعدين يعني الماكسيموم 1 لما نعملها بلاط، فبصفي هون 1 بس بضربها بالامبليتيد اللي هو هذا 2t، فبصفي ماكسيموم 2t بعدين بصفي بهذا الشكل. اوكي اللي هو sinc function بلاط. طبعا هون عندنا الاوميجا وهون الاف اوميجا. الآن الدلتا اللي هي بس لو حطينا هون التي وهون الدلتا تي ناخذ الفورير لها ونفس الأسلوب لو عوضنا بهذيك المعادلة بيكون أو الفورمولا بيكون الامبليتيود لأنه الاريا دائما واحد تحتها
اوكي، فاوتوماتيكلي احنا نعمل انتجريشن لها، فعملنا الانتجريشن ضروري يكون واحد. اوكي، فبصفي زي هيك واحد، فلما نعمل لها بلوت مع الاوميجا زي هيك واف اوميجا، بنلاحظ انه الهارمونكس اللي هون اللي احنا بحاجة إلها لنشكل هاي الإشارة اللي هي دلتا انفنت، لأنها مستقلة عن الفريكوانسي. أوكي، فش أي واحد فيهاش فريكوانسي، هون شايفه معناته انفنت، انفنت باندويث. فكل ما صار عندنا هون، كل ما صغرنا هاي الريكت أنجل فانكشن حتى تصير دلتا، تكلفنا أكثر باندويث. باختصار، إذا عرضناها زي هيك تي صارت كبيرة، بصير عندنا الباندويت المطلوب نارور أو أقل هارمونكس. أوكي، وإذا عملنا لها شوية تنحيف بدها تصفي الباندويت أكثر وأكثر وأكثر، يعني السينك بتصفي زي هيك. كل ما زاد الباندويث أقصد بدها تقل، كل ما زاد الباندويث أو الباندويث فالتي بتقل، فممكن لما التي بتصغر كثير بتصفي، لما التي بتكبر كثير بتصغر، يعني عكس بعض. هاي أعرض هيك أعرض باندويث، ايش بصير فيه؟ بقل. اذا عرضناها اقصد زي هيك او العكس، اذا عرضناها بقل الباندويث المطلوب او عدد الهارمونيكا قل، واذا ضيقناها ايش راح يصير؟ إذا ضيقنا البولس هاي صارت سليم، بده الباندويث بزيد عكس بعض. أوكي، شكرا.